رفيق بوبكر من الاصدقاء المقربين ليا وانت كتعرفي هادشي شخصيا وكنعرفوا شنو كيقلقوا. فإلا جلس مع رفيق بوبكر دابا بغيت نقلقوا غنقلقوا، علاش؟ لانه عارف اشنو كيقلق رفيق بوبكر، كما عارف شنو كيكعي مثلا احلام الزعيمي، وكما شنو كيكعي شوقي، وشنو كيف جميع الضيوف الا عندهم واحد نقاط الضعف. بالنسبه لرفيق بوبكر كانت مفاجاه ان ديك الارضيه ديال الاستوديو كانت كتزلق، وفاش دفعني بواحد القوه زلقت على 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 الميكرو ديال الحديد اللي دخل ليا في, 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 في العظم اللي في ظهري على الجنب ديالي، فكانت مفاجئه. فالذكاء ديال المخرج صور هذوك اللقطات على اساس انهم ميكين اوف، فخديناهم من بعد في الحلقه، لان كانت فعلا حلقه صادمه. وهذيك الحلقه اللي ملي درناها تاخر لينا اننا كنا غنصوروا الجينيريك بحكم الوعكه الصحيه، وتاخر لينا الحلقات الاخرين، فكانت هذه من المفاجات ومن المغامرات لان ممكن كنا نكون نتوقعوهم. فحتى الاستوديو كنا واخدين واحد المده طويله على اساس انه يكون واحد التغيير او يكون واحد المشكل. فالحمد لله حاولنا اننا نكونوا دقيق بزاف، نكونوا دقاق بزاف في اي حلقه. وحتى الضيف ملي كيجي راه ما يمكنش ما يتعصبش، لان كنصوروا معاه ساعتين، وحنا كنصوروا معاه باش ناخذوا 13 دقيقه، وقبل كيتسنى ساعه باش يتعصب ويدخل مقلق. يعني كنخليوه كيتسنى اكسبري باش يتقلق، فكندخلوا الضيف موجود كاعي شاعل، غير كتقولي جوج كلمات كيشعل، بمعنى الكواليس كتبدا من الدخله ديالو هو كيتسنى، كنعطلوه في المكياج، كنعطلوه هو كيتسنى، كندخلوه وكنصوروا معاه ساعتين. فواخا يكون عندك واحد الصبر ديال ايوب، ما يمكنش انك توصلي لواحد الدرجه ان من غير الاسئله ومن غير الاستفزازات ديال الناس وديال الجمهور، اللي كنظن ان الجمهور كان نقط قوه في هذا البرنامج. علاش نقط قوه؟ لانه هو اللي ثبت لنا الضيف، وهذيك 30 جمهور كيقولوا للضيف ملي كيدخل الجمهور كيقول ما يمكنش مثلا 30 من هنا و30 من هي، يعني 30 مقسمه هي 60، ما يمكنش ما يكون كلهم متفقين مع 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 الضيف. فهذه فاعل في البرنامج ديال التورك شو. فعندنا فكره ديال التورك شو كنوجدوا فيها حاليا، غادي نديروها في احدى القنوات، يكون الجمهور المغربي هو الفاعل في البرنامج، هو اللي كيسول الضيف وكيتحاور معاه، ما يبقاش الدور ديالو التصفيق، ولكن غيكون عنده اسئله واجوبه يتفاعل مع الضيوف اللي غنجيبوا للتورك شو. كنتمنى ربي يوفقنا بعيدا على 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 المقالب. ف غندخلوا في التورك شو اللي غيكون الضيف الرئيسي ديالو من غير الضيف ديال الحقيقي اللي هو الجمهور، وكنتمنى ربي يوفقنا ان شاء الله. شوف رفيق بوبكر صديق عزيز داز معايا في عندي ما يفيد، عندي ما يفيد هو برنامج تورك شو لا علاقه له بالمقالب، داز معايا في مجموعه من البرامج. فاولا رفيق بوبكر من الناس اللي دغيا تقلقوا ودغيا يتعصب، انسان طيب واللي على قلبه على لسانه. فرفيق بوبكر راه داز معايا في برامج حواريه، داز معايا في عيادة المشاهير اللي هو برنامج حواري، داز معايا في عندي ما يفيد، داز معايا في لا علاقة لمدة ربما دابا أكثر من 10 سنوات. فرفيق بوبكر راه دابا أنا كنهضري معايا نقدر نعصبك بواحد سؤال أو بواحد رد فعل. فرفيق بوبكر راه ماشي صورت معاه البارح كاميرا كاشي وعاد صورت معاه كاميرا كاشي أخرى، رفيق بوبكر داز معايا ثلاثة البرامج حوارية عدست معاه كاميرا كاشي. وثانيا هذيك فكرة ديال أنني غنكون متفق مع الضيف، صعيب نقول لك علاش صعيب، لان دازوا معايا جوج ضيوف اللي هي منيا المكمل وفيصل عزيزي، كون كنا متفقين معاهم ما غاديش نوصلوا معاهم انهم غنكونوا عارفين من الاول غادي يدوزوا. هذه مغامره اللي خديناها احنا بفريق العمل مع داني المخرج، اللي انا تحدي اننا نحاولوا نجيبوا الضيوف اللي ربما عارفين الرياكسيون ديالو، وعارفين انه يطلع لنا حلقه حقيقيه الناس يثقوا فينا. كان عندنا مشكل ديال الثقه باش نرجعوا الناس انه يثقوا في برنامج ديال 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 اننا نطلعوا الطونسيون للضيف، بغينا الناس يثقوا فينا. باش غيثقوا فينا فما يمكنش نجيبوا نرجس الحلاق اللي شتي الحلقه ديالها القوه ديالها بهذاك الشكل ونكونوا قلناها لها. فربما هذا هو التحدي، وهذا الحويجات اللي كنا لاعبين عليهم من الاول، على اننا الناس يعرفوا باننا كنديروا عمل ربما فيه الابداع ولكن فيه الثقه وفيه الشفافيه والوضوح. فكنحترم بزاف فيصل عزيزي لانه ما بغاش يدوز الحلقه، وكنحترم منيا المكمل لانه ما بغاش يدوز الحلقه، ولكن دوزنا 30 حلقه مع نجوم حقيقيين بالاضافه الى النجمين ديال فيصل عزيزي ومنيا المكمل، ولكن كانوا فعلا كل حلقه كتنسيك في اخرى. فلو كان عندنا اننا نصوروا 60 حلقه
كنا نعاودوا نعيطوا على 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 فيصل عزيز ومنير مكمل، لان كنا عارفين اننا غنعصبوهم وكنا دارسين الدوسي ديالهم وكيفاش ممكن اننا نديروا لهم. ف جميع الحلقات ان عندهم واحد الشكل اللي هو خاص، وكل حلقه عندها شكل خاص. ف نحن بغينا غير نردوا الثقه للناس انه يشوفوا بحال هاد البرامج. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.